الدكتور عبد الله خالد، والمحاضر السابق الدكتور مروان الشويطر، وربنا إن شاء الله يتقبلهم برحمته إن شاء الله تعالى. محاضرتنا اليوم راح تكون عن class three mal occlusion. راح نحكي عن definition لل class three, prevalence, classification, etiology of mal occlusion لل class three, features, diagnosis, early treatment objectives, the treatment options, the treatment time, retention and relapse, and what's new in class three treatment. وراح نحكي شوي عن clinical cases. The orthodontic treatment not only involve the physiological and anatomical functional occlusion, but also include the correction of relationship of maxilla and mandible to each other and to the rest of the craniofacial complex. يعني التقويم مش بس بيعتمد على الأوكلوجين، برضو له علاقة في علاقة الماكزيلا مع الماندبل مع الأدر مع الكرينوفيشال كومبلكس بشكل عام مع الوجه، برضو بيأثر على شخصية البني آدم سواء كان كلاس 2 أو كلاس 3 ببعض خصائص ثانية. ممكن نعرف كلاس 3 إنه سكيلتوفيشال ديفورميتيز كاركترايز باي فورورد ماندبلر بوزيشن with respect to the cranial base and the maxilla. يعني الماندبل شوي تكون شوي متقدمة عن الماكزيلا وعن الكرينيال بيس. تعريف الدنتال بالنسبة للبريتش ستاندر هو ال lower incisal edge occlude anterior to the cingulum plateau of the upper incisors. هو أكثر تعريف معتمد أو بنتبعه إحنا. بالنسبة للتعريف اللي عرفنا إياه أنجل هو maxillary first molar occlude in the interdental space بين ال lower 6 و 7. class 3 هو سهل إحنا نتعرف عليه بس يعتبر من الأشياء الصعبة للعلاج. ليش صعب؟ لأنه بتدخل في عوامل كثير منها growth خاصة إذا بيكون unfavorable growth. ممكن احنا الماندبل تكمل نمو لعمر متقدم وتعملنا شويه ريلابس صعوبه في التريتمنت. الجينيتيك هيريديتوري عاده الاهل بكلاس 3 بيكون برضه هم كلاس 3 فاحنا عم نغير بجينات المريض ما بنقدر، فهو بيكون كل العيله مثلا كلاس 3، فهذا الشيء من الصعوبات اللي بنواجهها بالتريتمنت لكلاس 3. برضه الصعوبة الثالثة عادة مرضى كلاس 3 عندهم فانكشنال شيفت نتيجة الكروس بايت الانتيرير اور بوستيرير كروس بايت، فالمريض عادة بيعمل فانكشنال شيفت. برضه المشكلة الرابعة اللي هي بتواجه كل حالات التقويم عادة او اكثرها اللي هي الريلابس. كلاس 3 مال اوكلوجن عندها الريلابس بيكون شوي عالي، الاسباب راح نحكي عنها بعد شوي بالمحاضرة. البريفيلانس ممكن رقم شوي مختلف من أقل من 5% لأكثر من 10%، more common بالتشاينا واليابان عادة بيكون هدول توصل ل 15-20% لكلاس 3 بالشعوب هاي. بالأردن دورنا بصراحة في حوالي أكثر من استدي، في استدي عملت بجامعة العلوم والتكنولوجيا حوالي 1.4% كانوا كلاس 3 مال اوكلوجن من عينة تم فحصها حوالي 1000 مريض. في استدي عملت لطالبات تقدموا لكلية الأميرة منى عنا بالخدمات الطبية حوالي 827 متقدمة فيميل بيشنتس، وجدوا حوالي 11% منهم هم كلاس 3 مال اوكلوجن. في استدي ثاني كمان انعملت عندنا بال 2008 حوالي 13% من الناس عندهم كلاس 3 مال اوكلوجن. لما نيجي نقسم كلاس 3 مال اوكلوجن ممكن نقسمها لترو كلاس 3 عاده بيكون انتيريور كروس بايت والباكل سيجمنت برضه كلاس 3. في عندنا النوع الثاني كلاس 2 كلاس 3 سب ديفيجن بيكون انتيريور كروس بايت والباكل سيجمنت جهه كلاس 1 وجهه كلاس 3. السود كلاس 3 عادة بيكون all anterior teeth are in a cross bite caused by collapse of the upper arch but the buccal segment is class 1. يعني هي مرحلة متوسطة بين class 1 مال اوكلوجن وكلاس 3 مال اوكلوجن.
حيث انه المريض اذا بلش سودو كلاس 3 وما تعالج ممكن يكمل لك على ترو كلاس 3. الاتيولوجي للكلاس 3 مال اوكلوجن في عندنا كثير اسباب. السكيليتال عاده انفايرومنتال ممكن تكون اير واي بروبلمز، سكارينج فروم كليفت ليب ان بلت بيشنت، عاده المرضى الكليفت ليب بلت من العمليات بصير في عندنا سكار بالماكزيلا، فهذا الشيء بحد من نمو الماكزيلا فالمريض بصير كلاس 3. هرمونال زي مرض العملقه والاكروميجالي عاده هذول بيكونوا كلاس 3 بيشنتس، وفي سندرومز كثير ممكن يكونوا كلاس 3 زي كروزن او انواع ثانيه. الجينيتكس حوالي دائما عندنا ثلث المرضى اللي كلاس 3 بيكونوا برضو اهاليهم كلاس 3. هذا الشيء كان موجود في عائله هابسبورغ اللي العائله اللي حكمت في اوروبا بسنه او بالقرن الخامس عشر والقرن السابع عشر بين اسبانيا والنمسا، وهذولا ما كانوا يتزوجوا الا من بعض، فصفت كل العيله بالاخر كلاس 3 وبروتروتد مانديبل. السوفت تيشو عاده مش كثير بتاثر بكلاس 3، مرات هي بتخفف نتيجه انه البريشر بتم من اللور ليب. دنتال الهايبودنشا عادة بيعملنا كولابس في الأبر آرتش، وبالتالي ممكن ينتج عندنا كلاس 3 زي ما احنا شايفين بالصورة. برضو الإمباكت التيث ممكن تعملنا كلاس 3. الهابتس الأورال سيل أو التانك تو ذا لور ليب سيل عادة ممكن يعمل لنا كلاس 3 مال أوكلوجن، خاصة المرضى هذول بيكونوا ماوت بريدرز لارج تانج. الماوث بريدرز عادة بيكون التانج شوي مرتفع عن أسفل الفم وبيعملنا ادفانسمنت للماندبل أو للماندبلر تيث، فبنتج منه كلاس 3 مال أوكلوجن. نيجي للفيتشرز للكلاس 3 مال أوكلوجن. إذا بنحكي عن السكيليتال فيتشرز أهم إشي دائما بيكون عندنا كونكيف بروفايل أو ستريت تو كونكيف. ناخذ نقطة عادة نحكي لها الجلابيلا بين الحاجبين سب نيزال والسوفت تيشو بوجونين على الانتيريور للتشن، بنرسم بيناتهم خط بيكون كونكيف بروفايل. برضه ريتروسيف نازو ماكزيلاري اريا زي ما احنا شايفين بالصوره، برومينانت مانديبل. هلا السبب الاساسي لكلاس 3 عندنا ثلاث احتمالات، ممكن يكون مانديبلر بروجناتيزم زي الصورة اللي على اليمين أو زي الصورة اللي على يمينكم، أو ماكزيلا روتروجنات ماكزيلا متأخرة شوية صغيرة، أو كومبينيشن النوعين مع بعض. طبعا النسب بتختلف من حسب المكان ريشيالي، يعني بين الكوريين أو الأمريكان أو الكوكيجن ممكن تختلف من عرق لآخر. الدنتال فيتشرز عادة ريديوس في الأوفر جيت، reduce في الاوفر بايت غالبا طبعا، anterior and posterior cross bite، crowding بالابر سيجمنت، الابر بيكون بروكلايند واللور بيكون ريتروكلايند. لما يكون عندنا الماندبل متقدم شوي صغيره عن الماكزيلا بصير في عندنا دنتال كومبنسيشن. دنتال كومبنسيشن يعني احنا اللور انساجر عشان يصير في اطباق بصير ريترو كلايند عندنا والابر برو كلايند، فهي عادة الفيشرز موجودة بكلاس 3 مال اوكلوجن. السوفت تيشو برضه شيء كثير مهم، عادة مرضى كلاس 3 عندهم المنطقة هاي الانفرا اوربيتال ديفيشن تشيك بون فلاتن، يعني عادة المريض ما له خدود بكون، خاصة إذا بكون ديفيشنت ماكزيلا. برضه بكون عندنا الانسايزر شو عنده كثير قليل، الليبيومنتال انجل بتكون اوبتيوز، والنيزوليبيال انجل بتكون عادة اكيوت. السيفالومتريك فيزنج اهم خصائص ممكن يكون عندنا الاي ام بي انجل اقل من 2، هلا من 2 لـ 4 يعتبر كلاس 1، اكثر من 4 يعتبر كلاس 2 مال اوكلوجن، اذا اقل من 2 تعتبر كلاس 3. النيزيوم بوينت هيها، وهي الـ A point الديبست بوينت بالماكزيلا، والـ B point هي الديبست بوينت
الكونكافيتي تبعت المندبة. إذا بنعمل زاوية بيناتهم، إذا بتكون من أقل من 2 بيكون المريض كلاس 3. نيجي للدياجنوسيس. دنتال أسسمنت حكينا بيكون عندنا كلاس 3 انسايزر، كلاس 3 مولر ريليشن شيب، ريفيرس اوفر جيت اور ايدج تو ايدج. بيكون عندنا احيانا كروس بايت، هاي بالنسبه للدنتال أسسمنت. سكيليتال في تيست بسيط ممكن نعمله احنا اللي هو بالاصبع، عاده بكلاس 3 بيكون اتجاه الاصابع لتحت نتيجه تقدم الماندبل، عكس كلاس 1 اللي يكون ستريت، وكلاس 2 بتكون الارتفاع للاعلى. برضو بالعياده احنا ممكن نعمل تيست، احنا بنطلع على المرافقين على الاهل، اذا برضو بيكونوا كلاس 3 ممكن يفيدنا هذا بالدياجنوسيس. الطريقه الثالثه بالتشخيص اللي هي الفحص الشعاعي. حبيت اذكر 4 فحوصات، الاي ام بي حكينا عنها قبل شوي. في عندنا الويتس اناليسيس. الويتس اناليسيس هو عاده احنا نرسم خط بالفانكشنال اوكلوجن بلين، وبننزل خط بزاويه 90 على من الاي بوينت على هذا الخط، وبرضه خط من البي بوينت على هذا الخط. بالوضع الطبيعي بتكون المسافه البي بوينت تقريبا بالفيميل زيرو، يعني على مستوى الاي بوينت، وبالميل بتكون تقريبا ناقص مليمتر، يعني بي بوينت متقدمه 1 مليمتر عن الاي بوينت. هذا الوضع بكلاس 1. بكلاس 3 بتكون البي بوينت مور ماينس، يعني بالماينس بتكون ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5، معناته عندنا المريض كلاس 3. برضه راح نحكي عن زيرو ميريديان لاين، هو عباره عن خط عمودي بينزل من الاند بوينت على الفرانكفورت بلين. بالوضع الطبيعي الانسان الكلاس 1 السوفت تيشو بوجونيون او النقطه اللي على التشن تيجي على الخط هذا مباشره بلس ماينس طبعا 2 ملم. بكلاس 2 البوجونيون السوفت تيشو بوجونيون بتكون بوستيرا تو ذا زيرو ميريديان لاين، وبكلاس 3 العكس بيكون مور انتيريور. والفحص الشعاعي الاخير اللي هو جروث تريتمنت ريسبونس فيكتور، هو عباره عن احنا بناخذ للمريض تو سيفالومتريك او اكثر بيناتهم على الاقل سنه، وبنشوف معدل التغيير بنمو الماكزيلا بالنسبه للماندبل. غالبيه المرضى اللي بيكونوا من عمر 8 الى 16 الجروث تاع الماكزيلا بالنسبه للماندبل حوالي 77%. اي تغيير بهذا الجروث معناته في عندنا المريض ممكن اذا كان اقل من 77 ممكن يكون كلاس 3، دليل انه النمو تاع الماكزيلا صار اقل من الماندبل او الماندبل صار اكثر فادى الى كلاس 3 مال اوكلوجن. برضه هذا بفيدنا احيانا احنا لما انه امتى نبلش علاج المريض كلاس 3، ناخذ له اكثر من سفالومتريك بيناتهم 6 شهور او سنه، ونشوف التغيير اللي بصير، هل المريض انه بتسوء حالته قاعد ولا لا، عشان نعرف متى نتدخل. راح نحكي عن هذا الشيء بعد شوي ان شاء الله. حكينا الجروث شيء كثير مهم بكلاس 3. هلا الجروث بنعمل له اسسمنت في طرق كثيره، سواء لكلاس 3 او لاي شيء مال اوكلوجن. بالهستوري احنا بنسال المريض او اهل المريض انه المريض مثلا الفتره الماضيه طول او غير حذائه بالفتره الماضيه. برضه الجروث شارت احنا بنشوف وين نموه بالنسبه لاقرانه او لجيله من نفس العمر. سكيليتال ماتوريشن احنا بنعتمد على الهاند ريست، بناخذ صوره للهاند ريست في اطلس معين احنا ممكن نقارنها فيه، بنشوف المريض هو وين وصل بالجروث، هل هو فتره تسارع بالنمو ولا لسه ما وصل ولا وقف نموه. برضه الاهم من هيك احنا عاده بناخذ للمرضى لاترال سيفالومتريك بشكل روتيني للمرضى. نتطلع على الفقره الثانيه والثالثه والرابعه بحيث احنا على شكلهم او على شكل اللور بوردر منهم نعرف هو باي ستيج بالجروث، هل هو بالستيج الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه. برضه ممكن نعمل اسسمنت للجروث من حيث الدنتال ماتوريشن، احنا ناخذ بانوراما للمريض ممكن نعمل نعرف عن طريق انه اذا بنطلع على البانوراما كم عمره التقريبي بناء على الدنتال ديفلوبمنت. برضه السكشوال فيتشرز ممكن تفيدنا. الأهم من
كلاس 3 دائما ضروري نميز بين كلاس 3 والسودو كلاس 3. السودو كلاس 3 حكينا هي anterior displacement based on class 1، يعني هو المريض عادة بيعض في عنده كروس بايت أو في عنده يسموه occlusal interference، فالأسهل عليه دائما إنه يقدم المانديبل. بس هو بالأساس المولر ريليشن شيب هي كلاس 1. هلا هاي المشكلة إذا تركت المريض بتحول لترو كلاس 3. لها أسباب كثيرة، عادة كولابس في الماكسيلري آرج ناتج عن اكتوبك ماكسيلري سنترال إنسايدر، إيرلي لوس للإيز، نيورو ماسكولر، إيرواي بروبلمز، ترانسفيرس ماكسيلري ديسكريبنسي. هاي كل الأشياء ممكن تعملنا كلاس سودو كلاس 3. هلا كيف نميزها عن كلاس 3؟ في طرق كثيرة. كلينيكال ممكن نطلع إنه عادة سودو كلاس 3 المريض بيقدر يعض إتش تو إتش، بكلاس 3 صعب يعض اتش تو اتش، بسودو كلاس 3 بيعض اتش تو اتش. لما يعض اتش تو اتش بيكون عندنا لاترال اوبن باي زي ما احنا شايفين بالصوره. برضه سنيا بيكون الابر كولابس ريترو كلايند ابر انسايزر، اللور بيكونوا برو كلايند اور ابرايت. كلاس 3 بيكون عندنا ديفيشنت ماكسيلا برومينانت مانديبل، بسودو كلاس 3 بيكونوا هذول نورمال. إذا بنروح على الفحص الشعاعي بتفيدنا أكثر إشي الجونين أنجل، بسودو كلاس 3 بتكون طبيعية هاي حوالي 126، بكلاس 3 بتكون increased or decreased. برضو اللور إنسايزر علاقتهم مع الماندبل هم حوالي 90 لـ 92، بكلاس 3 بيكونوا أقل نتيجة الكومبنسيشن، يعني ممكن يكونوا 80 أو 85، سودو كلاس 3 بيكونوا normal أو increased. والأهم من هيك حكينا قبل شوي إنه الكلاس 3 إذا تركناها بتضل كلاس 3، بس سودو كلاس 3 إذا انتركت بدون علاج ممكن تتحول لترو كلاس 3. هلأ نيجي للتريتمنت أوبشنز، زيه زي أي سوء طباق. ممكن يكون الأوبشن الأول أكسبت، المريض ما بده يعمل أي شيء. انترسيبتف تريتمنت، إحنا بنتدخل على عمر صغير عشان نمنع مشكلة أكبر. growth modification بنغير بالنمو، والorthodontic camouflage، والخيار الأخير الorthognathic surgery. هلا التريتمنت اوبشنز بيعتمد على عوامل كثيرة، منها البيشنت كونسير اهتمام المريض، الايج، الجروث، الميديكال كونديشن، البيشنت كومبليانس شكوى المريض، الهيستوري تبع الفاميلي، السيفيريتي تبع المال اوكلوجن، كلينيكال كونديشن اوف ذا تيث اند اورال تيشو، the presence of the present la displacement، اذا المريض عنده displacement او لا. هاي تشارت شوي معقد لطريقه العلاج عشان نقدر نميز بين كلاس 3 وسودو كلاس 3، وكل واحد لهم طريقه بالعلاج، راح نحكي عنها بالتفصيل بالسلايدات الجايه ان شاء الله. انترسبتيف، هلا اذا بيجينا مريض بالبرايمري تيث لساته مثلا 4 سنين أو 5 سنين، كلاس 3 عادة ما بنعمل له أي شيء، ما في ستاديز بتحكي إنه دخلنا على عمر بالبرايمري تيث على عمر 5 أو أقل إنه إحنا بنمنع كلاس 3 المستقبل أو إنه بنخفف من المشكلة بالمستقبل. فبالعادة ري أشورنس للبيشنتس بنعمل أو لأهله، ما في داعي نتدخل على عمر هذا. أحيانا الطفل بيجينا بالعمر هذا نوع من الدلع بيقدم الماندبل، نوع من الدلع اللي بيعمله، فهذول برضه بيكونوا ما في داعي نتدخل على العمر هذا. في الميكس دنتيشن الريتيند برايمري انسار كثير مهم على عمر 6 أو 7 سنين، عاده بنعمل اكستراكشن للايز عشان نمنع الاوكلوجال انترفيرنس وانه المريض يصير كلاس 3. يعني برضه على عمر اكبر شوي احيانا بيجينا المريض بالسي شوي طويل، هاي الصوره من العياده الاسبوع الماضي شفناها، فالمريض بيعمل ديسبيسمنت للماندبل هو سودو كلاس 3. بالحاله هاي احنا ممكن نعمل اكستراكشن للسي اذا عمر المريض أكبر شوي صغيرة، إذا أقل ممكن نعمل grinding للكسبس. removal appliance زي الزد سبرينج ممكن يحل لنا المشكلة. 2x4 fixed appliance، 2x4 إحنا نركب على المولرز والأربع الأماميات. هاي كيس إجتنا من فترة، المريض عنده retained A، هذا السنترال، وفي عندنا سوبر نيوميري تيث هيو بالسهم موجود، وإمباكتد سنترال إنسايدر. عملنا إكستراكشن للبرايمري تيث للسوبر نيومراري، عملنا له 2x4 fixed appliance، ورتبنا له الأنتيريور سيجمنت، وصار عندنا كلاس 1.
expansion ابليانس بنركب له anterior expansion مع posterior bitublion، بنحكي للمريض وسعه مره بالاسبوع لين ما تنحل الكلاس 3 اللي عنده. الجروث موديفيكيشن، هلا في بعض القبائل في مينمار كانوا يعتبروا انه الفتاة اللي رقبتها اطول هي علامة من الجمال عندهم، فكانوا يغيروا نمو الرقبة بحيث انه كل فترة يحطوا حلقة جديدة لحد ما تصير البنت رقبتها اطول. على العكس في عندنا بسموها القدم الذهبية، كانت شرط للزواج بالصين، فكانوا هم يحاولوا يصغروا قدم البنت تلبس سايز اصغر من الحذاء عشان يضل حجم الرجل اصغر. هلا بالتقويم احنا بنقدر نعدل بالجروث بحيث احنا بنقدر نعمل الشيء القليل بنقدر نزيده، او الشيء الزايد نعمل دايركشن للجروث، راح نحكي عن هذا الشيء بعد شوي. في عندنا ثلاث طرق احنا، في ابليانس بتشتغل على الماندبل زي تشينكاب، وفي اجهزه بتشتغل على البوث ارش، وفي اجهزه بتشتغل على الماكسيلا. الماندبلر سكيلت الابليانس زي تشينكابس بصراحه بالاردن قليل ما بيستخدموه، بيستخدموه بعض الدول الفار ايست. المريض بيلبس تشينكاب حوالي 14 16 ساعه واحيانا اكثر، فورس حوالي 500 جرام. هو المين افكت له بيعمل لينجوال تيبنج للماندبلر تيث، برضه باكورد داونورد روتيشن للماندبل. فالمريض بدل ما يكون كلاس 3 الماندبل بتطول بنرجعها لورا بصير كلاس 1. المشكله الوحيده بالتشينكاب كمان انه احنا عاده مشكله حله بيكون مؤقت، احنا المريض اول ما يوقف التشينكاب بصير لابس عالي عنده. في عندي مريض جربت اشتغل له تشينكاب كان كلاس 3، صراحة تحسن شوي بروفايله بس رجع شوي ريلابس، مشيناه بالتشينكاب بعدين بالفيكست ابليانس، مش كثير تحسن البروفايل عنده لأنه المشكلة مالي بالماندبل. نيجي للانتر ماكسيلر سكيليتال ابليانس، هي بتشتغل على الابر عن على الابر جو واللور جو مع بعض، راح نذكر منها الفرانكلي 3. المين افكت هو بتشيل الافكت تبع الابر ليب عن الماكسيلا، فبصير عندنا الابر انسايزر بروكلايند واللور انسايزر ريتروكلايند، وبيعمل باكورد روتيشن للماندبل وفورورد جروث للماكسيلا. الاشي اللي نشتغل عليه اكثر اشي بالاردن هو الفيس ماسك النوع الثالث، هو عبارة عن احنا بنحط اكسترا اورال فورس عشان نسحب الماكسيلا، ناخذ انكورج من التشن والفورهيد. بداية اشتغلوا ناندا ب 1978 على المنكز ووجد انه افكتيف وبيعمل ماكسيلاري موفمنت. متى بنستخدمه؟ لما يكون عندنا ماكسيلاري ريتروجن نو فاميليال بروجناتيزم، يونج بيشنت، مايلد اور moderate skeletal discrepancy، normal or reduced lower facial height، والأهم من هيك ما في عندنا facial asymmetry. الفيس ماسك أو الريفيرسبل هيد جير هذا النوع منتشر عندنا بالأردن اللي هو البتيت تايب، بيتكون من هيد باد وتشين باد، في بيناتهم سنترال بول بيوصل بيناتهم، وفي الهوكس اللي بيركب فيهم الإلاستيك. مشكلته الوحيدة إنه هذا شوي بيعمل ممكن يعمل حول إذا عند بعض الأطفال، فبدنا نكون منتبهين للعلاج فيه. في أكثر من ديزاين لهم. النوع الثاني المنتشر عندنا بالأردن هو الدي لاير، خاصة المرضى اللي بيلبسوا نظارات ما بيرتاحوا عن النوع الأول ممكن يستخدموا النوع هذا. حكينا عن الاكسترا اورال بارت، عادة بيكون في انترا اورال بارت، ممكن يكون اكريليك سبلنت استخدموا بروفيت بال 86، رابد ماكسيلاري اكسباندر بوندد زي الصورة اللي على اليمين، ممكن برضه الفيس ماسك نركبه على الفيكست ابليانس انترا اورال، ممكن نحط بوني بليت. هلا متى بنبلش علاج الفيس ماسك؟ احنا كلنا عارفين انه من عمر 8 ل 10 سنين. هلا بروفيت بيحكي اذا بنطلع على الكرونولوجيكال ايج
لازم نبلش قبل عمر التسع سنين إذا بنحكي عن العمر رقماً. يعني إذا بنحكي عن السكريتال إيج يفضل before of the peak of the growth spurt فترة CS1 or CS2. هلا عادة حكينا إحنا الجروث بتكون من ست مراحل، مرحلة بيزيد الكير بعدين ببلش سوري بيكون فلات، بعدين ببلش يزيد بالCS3 والCS4، بعدين ببلش يقل على CS5 والCS6. إحنا بهمنا بال مرحلة CS1 وCS3 للفيس ماسك اللي هو بري يوبيرتال جروث سبيرت قبل ما يبلش تسارع النمو. طبعا حكينا بنعتمد على ال C2 C3 وC4، فقرات الرقبة الثانية والثالثة والرابعة هي اللي بيحددون احنا بأي مرحلة صرنا بالجروث. بالنسبة للدنتال ايج احنا عادة بالايرلي ميكس دنتيشن، يعني المريض اول ما يبدل الاسنان الامامية والمولرز ممكن نبلش بعلاج الفيس ماسك. التريتمنت افكت للفيس ماسك بيشتغل على اربع شغلات، ماكسيلر سكيلتال بروتراكشن يقد منا الماكسيلا، فورورد موفمنت اوف ذا ماكسيلر دنتيشن، لينجوال تيبنج للمانديبلر انسايدر، داونورد اند باكورد روتيشن للمانديبل. فهلا هاي الاربع حركات هدول بحولوا المريض من كلاس 3 لكلاس 1 زي ما راح نشوف بالصور بعد شوي. هل الفيس ماسك فعال او لا؟ حكينا سبب كلاس 3 عاده بيكون اما ديفيشنت ماكسيلا او بروجنافيك مانديبل او كومبينيشن. هلا نسبه ديفيشنت ماكسيلا في ديفيشنت ماكسيلا بال with normal mandible او with excessive mandible growth بيكون حوالي 57%. معناته احنا الفيس ماسك فعال ل 57 من المرضى اللي عندهم مشكله كلاس 3. التكنيك عاده المريض بناخذ له قياس، بعد ما ناخذ الفول ريكوردز بنركب له الرابيد ماكسيلاري اكسباندر بوندد، بنخليه يوسعه لاسبوع رابيد اكسبانشن، بعد اسبوع ممكن نحط له الفيس ماسك. الفورس بتكون حوالي 400 جرام بير سايد، ممكن نبلش في قوة أقل ب 250 أو 300 كأول زيارة. نحكي للمريض يلبسه حوالي 12 ل 14 ساعة فترة المسائية أو بالليل. اتجاه الفورس بيكون حوالي 15 ل 30 درجة راح نجيها بعد شوي بالصورة. مدة العلاج ممكن توصل حوالي سنة، وبنعمل إحنا عادة أوفر كوركشن يعني بنحول المريض لكلاس 2 عشان نحسب حساب الريلاس ونضل بالسيف سايد. نحتاج الريتنشن بعديه. كثير ضروري نكتب الانستركشن على ورقه ونحكي للاهل عنها، خاصه الاشياء السيفتي، يعني مرات المريض ما بيعرف يركب المطاط او شيء ممكن تعمل له انجري بالاي. الصوره على اليمين بتبين لنا الميد بلاتال سوتر كيف احنا مع العمر بتتشابك و تتحد مع بعض. هلا الرابيد ماكسيلاري اكسبانشن فائدته بيعمل لوزنينج لهاي السوترز، طبعا بيحل لنا اذا في بوستيريور كروس بايت او ديفيشنت ماكسيلا ترانسفيرس يعني، فبيكون اسهل عندنا الحركه الادفانسمنت للماكسيلا. ملاحظين الاكسبانشن هاي السوترز فتحت في دايستما هون بعد حوالي اسبوع. بالفترة هاي احنا نقدر نبلش بستيج 2 بالفيس ماسك. هلا الاكسبانشن هو مش شرط كثير اساسي، بس وجدوا بالدراسات انه المرضى اللي بيعملوا اكسبانشن بيحصل نتيجة كثير احسن. في ستدي عملها بايك وجد حوالي اللي استخدموا الرابيد ماكسيلر اكسبانشن كان في تحسن بنسبة 2%، واللي ما استخدموا حوالي اقل من 1% من الماكسيلري ادفانسمنت. في عندنا مريض عمره فوال 8 سنوات كلاس 3 بروفايل، لاحظين قديش ديفيشنت الماكسيلا، كلاس 3 انسايز ريليشن شيب ون كلاس 3 سكيليتال، الاس ان اي 77 الاس ام بي 79 الاي ام بي ماينس 2 فهو كلاس 3. مشينا على البوندد ارامي اول اسبوع، لاحظين دايستمال فتحت. الاسبوع الثاني بلشنا له بالفيس ماسك، هاي اتجاه الإلاستيك حوالي
15 درجة، والفورس حوالي 300 ل 500 جرام. المريض تقريبا بعد سنة كلاس 1 انسايزر، شوف تحسن البروفايل، صار كلاس 1. الاس ان اي تحسنت ل 81، الاس ان بي 77، والاي ان بي 4. هاي المريض قبل وبعد سنة من العلاج. المريض الثاني هي عمرها 9 سنين، كلاس 3 انسايزر وكلاس 3 سكيليتال، بروجنيفيك ماندبل ملاحظين. الاس ان اي 78، الاس ام بي 81، الاي ام بي ماينس 3، ويتس ماينس 4 برضه. مشيناها اول اسبوع عربد ماكزيلري اكسباندر. هاي الهوكس اللي بنحط فيهم الالاستيك اللي بنشبكه على الاكسترا اورال بارت على الفيس ماسك. الالاستيك حوالي 500 جرام بلو، بزاويه حوالي 30 بلو. لاحظين التغيير على البروفايل، كلاس 1 انسايزر ريليشن على كلاس 3 على كلاس 1 سكيليتال. الاس ان اي تحسنت ل 82، الاس ام بي 79، الاي ام بي 3، ويتس تقريبا صفر. هاي المريضه قبل وبعد سنه من العلاج. سلسبيل كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب ماينس اوفر جيت وكلاس 3 سكيليتال. لاحظين ديفيشنت المنطقة الانفرا اوربيتال تشيك بون. الاس ان اي 79، الاس ام بي 80، الاي ام بي ماينس 4، الويتس ماينس 2. بودد ار ام اي. لاحظين صار في تحسن حتى بالماكزيلا مجرد على الاكسبانشن فقط. مشيناها على الفيس ماسك. هاي المريضة بعد سنة كلاس 1 انسايزر كلاس 2 سكليتال تقريبا، عملنا اوفر كوركشن. الـ AMB بلس 3 والويتس بلس 2. هاي المريضة قبل وبعد العلاج. أحمد كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب على كلاس 3 سكليتر. ملاحظين الانسايزر شو حكينا هي فيتشر كثير مهمة بكلاس 3. المريض لما يضحك ما ببين الأسنان العلويات. مشينا على ربد ماكزيلاري اكسباندر وذ هوكس بعد اسبوع على الفيس ماسك. لاحظين التغيير بالبروفايل، كلاس 3 صار كلاس 1. الانسايزر شو كيف اختلف عنا، وهاي العلامه الحمراء اللي على التشن انه دليل استخدم الفيس ماسك. طبعا هي مؤقته ممكن تروح بعد العلاج باسبوع اسبوعين زمن. هلا في ناس كثير بيحكوا انه العلاج بالكلاس 3 بالفيس ماسك unstable. الستاتس بتحكي انه عادة بعد 2 years stable. بعد حوالي سنتين برضو من الاول سنتين علاج في ستاتس بتحكي حوالي 75% كان لسه عندهم positive over jet. بعد حوالي 4 سنوات يعني تقريبا على عمر 18 67% كان عندهم positive over jet او edge to edge. يعني احنا تقريبا 67% من المرضى ما صار عندهم relapse أو صار عندهم ريلابس بس ستيل كلاس 1. وهي النسبة شيء كثير كويس، خاصة إنه احنا الأورثوجناتيك سيرجري ممكن يوصل الريلابس لرقم أكبر منها. في عندنا أكثر من استدي، نقال نعمل استدي ل 20 مريض، وجد إنه حوالي 15 من ال 20 هذول بعد سنوات إنه كانوا لسه كلاس 1 أو إج تو إج. في ستدي ويست هود كان حوالي 76% بوزيتيف اوفر جيت و 9% اتش تو اتش. هذا رقم كثير كويس. لما نحكي عن استابيليتي، في عندي مريض بلشنا له على عمر بصراحه شوي عمره اكبر، كان بلشت له عمره 12 سنه، كلاس 3 انسايزر، بروفايله كان رايح للسيرجري. مشيناه على رابد ماكزيلري اكسباندر وفيس ماسك. شايفين التغيير الرهيب اللي صار على بروفايله. وبعد سنتين بلشت له بالفيكست ابليانس. المريض حاليا حوالي 16-17 سنة والريزلت ستيبل. لاحظين التغيير على البروفايل وستيبل ريزلتس. سلسبيل قبل شوي فرجيناكم صورها، بلشت بستيج 2 الفيكست ابليانس
عملنا بيلد اب لللاترالز وهي تحجبت تقريبا عمرها حوالي 15 سنة والريزلت ستيبل. هلا ليش بنبلش على عمر صغير؟ في كثير فائدة نبلش الفيس ماسك على عمر صغير. To prevent progressive irreversible soft tissue or bony change, eliminate centric occlusion centric relationship discrepancy, avoid abnormal incisor wear خاصة الناتج من الكروس بايت, improve skeletal discrepancy, improve lip posture and facial appearance كثير بنحسن البروفايل وهذا الشيء بيتحسن على نفسية المريض. برضو في عندنا مرضى كلاس 3 بيكون عندهم مشكلة بالنطق بعض الأحرف بنحسنه عندهم. برضو احنا على اذا دخلنا بكلاس 3 مال اوكلوجن على عمر صغير بالفيس ماسك ممكن نسهل ستيج 2 تريتمنت او ممكن نمنع الجراحة عن المريض بحيث وفرنا عليه جراحة زي المريض اللي شفناه قبل شوي. احنا منعنا عن الاورثوجناتيك سيرجري لو انترك جانا عمر 16 سنة وبلشنا له اكيد راح يحتاج اورثوجناتيك سيرجري وبالتالي احنا كوست عالي وبرضو تعب للمريض ومشاكل الجراحة. هلا حتى لو صار ريلابس احيانا ببعض الكيسز احنا ممكن نحول الدبل جو سيرجري لون لسنجل جو وبرضه هذا السنجل جو سيرجري بيوفر على المريض جهد وتعب. مريم عندنا اجتنا على عمر كبير شوي صغيره بروفايلها كان رايح للسيرجري وشاف اكثر من دكتور كان يحكي لها سيرجري مشيناها على فيس ماسك مع اكسبانشن ملاحظين الاكسبانشن الديفيشنت ماكسيلا بعد ما مشيناها على الاكسبانشن هاي الكناين طلع صار في ريليف للكراودنج. صراحه الريزلتس اللي حصلناها ممكن تمنع عنها السيرجري وهي هلا بتقدر تبلش بستيج 2 تريتمنت وبتوقع ما في داعي للسيرجري. احنا على جميع الجهات اي مريض بنبلش له فيس ماسك لازم نخبر الاهل انه حوالي ربع هذول المرضى او ثلثهم ممكن يروحوا للسيرجري لانه احنا ما بنعرف لوين الجروث ممكن يروح. بعد ما يخلص المريض التريتمنت بالفيس ماسك او بالجروث موديفيكيشن بنبلش بالفيكست ابليانس بس عاده احنا ما بنبلش دغري بعد ما نكمل ستيج 1 ممكن نستنى لحد ما السكند مولر يسوي الايربشن هيك بنطمن انه شوي الجروث خف عند المريض وبكون واضح يعني واضح خطتنا العلاجيه المستقبليه. الاورثودونتيك كاموفلاج لازم تكون عندنا مايلد كيسز بيشنت باست بيك اوف جروث ما في عندنا مشكله كلاس 3 قاعده بتزيد يعني المريض بيجينا السنه هاي كلاس 3 السنه اللي وراها مور كلاس 3 هاي بالحالات هاي لازم نوقف شوي صغير او نعالج الابر جو فقط. افريج اور ريديوس لور فيشال هايت favorable soft tissue features procline lower incisor يعني ما صاير مش صاير لهم compensation minimum or reverse overjet. الكاموفلاج extraction non extraction non extraction بيعتمد على الاكسبانشن بالابر جو بروكلاينيشن بالابر انسايزر الابر انسايزر احنا الافرج لهم 109 ممكن نوصلهم لحد 120 ريتروكلاينيشن بالابر انسايزر اب تو 80. في عندنا نور هاي الاكسترا اورال فوتوز جتنا كولابس في الابر ارش تقريبا انتيرير اند بوستيرير كروس بايت كلاس 3 انسايزر وكلاس 3 سكيليتال كلاس 3 مولر ريليشن شيب مشينا على بوندد ارامي ستيج 1 اول فتره رابيد اكسبانشن ملاحظين الميد لاين دايستيما دغري بلشنا بسيلف لاجيتنج بريكت مع كروس الاستيك عشان نحافظ على الاكسبانشن اللي صار عندنا بالماكزيلا لساتها تحت العلاج بس المريضه حاليا كلاس 1 انسايدر ريليشن شيب وما في عندها كروس بايت يعني امورها ماشيه ان شاء الله. في عندنا مريض ثاني كلاس 3 انسايدر ريليشن شيب ريديوس في الاوفر جيت في الاوفر بايت ان ستاندنج لاترال بكالي ايربتد كناين سايلو كومبنسيشن باللور انتيرير مشينا على سيلف لايجيتنج براكيت وكلاس 3 الاستيك هاي خلصت تريتمنت كلاس 1 ما
positive over jet over byte أموره تمام midline on. نتالي جتنا class 3 مال occlusion, class 3 incisor on class 3 skeletal برضو عندها moral relationship class 3. لاحظين compensation side بالlower incisor retroclined. في عندنا mild crowding باللور جو. مشيناها على self-ligating bracket. class 3 elastic احنا عادة عشان نسهل على المريض ممكن نحط له اياهم بالوان ثانية lower canines و lower 6. خلصت العلاج class 1 incisor relationship class 1 molar positive over jet over bite midline coincide. هاي المريضة قبل وبعد. أحمد class 3 skeletal. لاحظين إنه كل الماكزيلا تعمل occlusion inside the mandible. طبعا سببها عندنا missing lateral برضو زاد المشكلة. عمره 18 بصراحة الإكسبانشن شوي صعب في الرابد ماكزيلر إكسباندر. ممكن نروح لسيرجيكال أسيستد رابد ماكزيلر إكسباندر صار بي. مشينا على إكسبانشن class 3 elastic. class 3 مع cross elastic بنفس الوقت, يعني هو بحط المريض من بلت للأبر 6 لللور كيناين عشان نعمل advanced للماكزيلا وإكسبانشن بنفس الوقت ولينجوال تيبنج لللور إنسايدر. بلشنا هون class 1 هيو بلش positive over jet over bite. بلشنا نفتح space لللاترال بالمرحلة هاي class 1 كيناين هيو. المريض لساته تحت العلاج بنجهز فيه للزرع تقريبا على عمر 18 راح يبلش يزرع اللاترال. اليوم في عندنا حنان عمرها 45 سنة. المريضة بتعض اتش تو اتش, في عندها سيفير او مودريت بريدونتايتس بون لوس. هلا لما يصير عندنا بون لوس عادة الاسنان بصيروا شوي موبايل فاسهل انه يطلعوا برا النيوترال زون. الاسنان عادة موجودات في نقطة مرتاحين فيها بين التنج برجر والليب برجر, فعادة لما يصير عندنا بون لوس زي ما ملاحظين بالصورة بصيروا شوي بروكلاينيشن. فالمريضة اتش تو اتش ملاحظين سبيسينج صار عندها بلاك تريانجلز. مشينا على فيكست ابليانس, عملنا انتر بروكسيمال ستريبنج عشان نخفي البلاك تريانجل بلاك تريانجل. هاي المريضة بوست شي از كلاس 1 اختفوا عندها البلاك تريانجل بوزيتيف اوفر جيت فالعضة كثير اريح ما في عندها تروماتيك اوكلوجن. كاموفلاج اكستراكشن ممكن نروح ل lower 4s upper 5s عادة بكلاس 3 او all 4s او lower incisor. وبروفيت بيحكي مرات خاصة بالآسيويين بيخلعوا اللور ويزدمز مع مينيس كروز وبيعمل ريتوكلينيشن لللور جو. عندنا مريضة عندها ميسينج لاترالز كلاس 3 سيفير كراودنج باللور جو, خلعناها لور فورس في عندنا ابر لاترالز ميسينج سكرنا السبيس شي از كلاس 1 ناو. مريض ثاني ادلت عنده كراوندنج بالانسايزر اريا كلاس 3 بده مدة علاج قصيرة عادة خلعنا له اللور انسايزر هي كلاس 1 حاليا. اللور انسايزر له شروط خاصة لازم نخلعه, لازم يكون عندنا كلاس 1 مولر كراوندنج تقريبا بالمنطقة الأمامية باللور انسايزر بما يعادل الويت تبع اللور انسايزر, لازم يكون ريديوس في الاوفر جيت في الاوفر بايت لانه الاكستراكشن باللور انسايدر بيعملنا بيزيدنا الاوفر جيت والاوفر بايت. برضه مده العلاج راح تكون قصيره عاده لما نخلع لور انسايدر, بس عندنا مشاكل عاده منتهي الميد لاين اوف وبصير عندنا شوي بلاك تريانجل لوس اوف بابيلا بالمنطقه هاي. الان عندها كلاس 3 تو امباكتد كينينز بورو بروجنوسيس نوعا ما سيفيري كراودنج باللور جو زي ما احنا شايفين. خلعنا لها الكناينز ولور فورس ركبنا سيلف لايجيتنج براكت عملنا رفعنا العضه بكلاس اي نمر عملنا ريشيبنج للفور عشان يصير زي الكناين. هاي الصور بعد العلاج فيكس ريتينر هذا الفور مكان الكناين ملاحظين
midline coincident, class 1 incisor, class 1 molar relationship, positive overjet and overbite. لاحظين الفور شكله زي الكناين، عملنا له كوي كراون لينكنينج، وبرضه حطينا البراكت تاعت الفور على الكناين وعملنا له روتيشن، فشكله طلع زي الكناين. الأورثوجناتيك سيرجري هي الخيار الأخير للمريض، عادة بيعتمد على الجروث، الكونسيرن تاع البيشنت، ميديكال وفاميلي هيستوري، سيفيريتي اوف سكيليتال بروبلم، ديسبليسمنت، degree of compensation والvertical height. كير حط شو شروط للسيرجري، منها الـ AMB أقل من minus 4، maxillary mandibular ratio حوالي 84%، lower incisors صار لهم compensation بحيث ما يكون أقل من 83، والـ hold away angle أكبر أو يساوي 3.5. أي orthognathic surgery بتمر أو أي مريض جراحة بمر بـ 3 stages. البري سيرجيكال اورثودونتيك ستيج، عاده نعمل الاينمنت، ليفلنج، ارش كوردينيشن، دي كومبنسيشن، نخلع الوزدان اقل قبل السيرجري بست شهور. هاي الصوره من النت لمريض عنده كلاس 3 بروك لايند ابر. دي كومبنسيشن احنا بنصف الابر انتيرير تيث او الابر انسايزر بالوضع الطبيعي تقريبا 109، فخلعنا له الاينمنت، خلعنا له الابر فورس، سكرنا السبيس، ماينس اوفر جيت، خلعنا الويزدامز، عملنا موك سيرجري على الموديلز، بنعمل ادفانس للماكزيلا 5 ملم وست باك للمانديبل حوالي 3 ملم. هاي الويفر للجراحه جاهز، ستابلايزنج ارتش وير، كابويا كريمبابل هوكس جاهز للسيرجري عشان الاي ام اف. السيرجيكال فيس في الجراح بيحددها، هاي اي ام اف مريض بعد الجراحة. بوست سيرجري عادة نشيل السبلنت ونشيل الاستابلايزنج اير شوير، نرجع للفينيشنج بس نخلص ريتنشن. هاي المريض مع الريتنشن بعد السيرجري، بعدين التقريب البروفايل صار ريتنشن. ريتنشن هو maintaining newly moved teeth in a position long enough in aid to stabilize the correction. يعني احنا الاسنان بعد ما حركناها لمكان جديد لازم نثبتها فتره من الزمن عشان نسمح للبون والبريدنتال ليجمنت to reorganize itself. اي تغيير بالاسنان بصير بعد الاورثو بنسميه ريلابس. هلا الريلابس له اسباب كثيره، منها بتعتمد على المريض نفسه، المريض ممكن ما يلبس الريتينر، وفي اشياء مش بايدينا زي الجروث، انه الانفيفربل جروث الماندبل كملت نموها وصار عندنا برضه ماينس اوفر جيت، رجع المريض كلاس 3. في اشياء لها علاقه في الاورثودنتيك والميكانيزم اللي استخدمها، ممكن حرك اللور رجع لهم ريتروكلاينيشن اكثر او عمل بروكلاينيشن اكثر للماكسيلاري تيث، فهي الاشياء بتزيد الريلابس. بالنسبه للريتنشن في عندنا في حالات ما بتحتاج ريتنشن زي الكروس بايت اذا حصلنا احنا بوزيتيف اوفر جيت اوفر بايت. في اشياء بدها شورت تيرم افكت، شورت تيرم ريتنشن، مريض بيلبس الريتينر 3 4 شهور فول تايم، بعدين بيحولوا نايت ويرنج لسنه او اكثر شوي. في حالات بنطلب منها برولونج او بيرمننت ريتنشن زي الحالات اللي بريدون تايس اللي كان عرضناها قبل شوي. كلاس 3 في دائما عندنا اشياء جديده للتريتمنت، راح نذكر أربعة منها. منها الماكسيلاري تراكشن باي سكيليتال أنكورج، هي نفس مبدأ الفيس ماسك بس إحنا بنعتمد على، اشتغلها أول واحد دي كلارك بال 2010. إحنا بنشتغل على ميني بليتس، بنحطه ميزة للور كيناين و إنفرازايجوماتيك آر، والمريض بحط كلاس 3 إلاستيك بيناتهم. ميزتها عن الفيس ماسك إنه ممكن نستخدمها لأعمار أكبر لحد 14 سنة. لايت فورس بتكفي، بتعطينا ريزلتس اكثر زي ما راح نلاحظ بعد شوي. ممكن نستخدمها لاعمار اكبر، حكينا الفورس اللي نستخدمها اقل شوي صغيره، مور ماكسيلري ادفانسمنت بتعمل، والاهم من هيك بستاذ الجديد بتحكي انه مور ميد فيس تشينز، يعني التغيير بصير على المنطقه الانفرا اوربيتال كثير احسن من الفيس ماسك.
mainly disadvantage هي تحتاج two surgeries، يعني لازم نحط البيتات ولما نشيلهم المريض راح يدخل جراحتين. برضو العمر الصغير احنا بكون البون شوي low rigidity له، ونخاف على التوث فوليكل انه لما نحط البليتات انه نضرب واحدة منهم. الدستراكشن اوستيوجينيسيس اتس ا بيولوجيكال بروسيس اوف نيو بون فورميشن بتوين بون سيجمنت ذات ار جراديولي سيبريتد. يعني احنا بنعمل اوستيوتومي وبنبلش نطول بالعظم. هلا بلش فيها هو جراح عظام اليزاروف معروف بروسيا، هي طريقة أليزاروف بيحكوا لها، بس الكرينوفيشل استخدمها أول واحد مكارتي بأمريكا. بتمر فيسات كثير، منها أول شيء بنعمل الأوستيوتومي، لاتنسي بيريود اللي هي الكلس فورميشن عادة بعد 3 إلى 7 أيام، ببلش ديستراكشن بعديها 1 مليمتر باليوم، بنخلي المريض يفتح الجهاز تقريبا مرتين في اليوم. في عندنا الكونسوليديشن فيس بيكون من 6 إلى 10 أسابيع اللي هي بصير فيها ال مينراليزيشن للبون، وريمودلينج فيس بيكون بيستمر حوالي سنه بعد التريتمنت. هلا بتفيدنا كثير بحالات الكليفت لب انبلت، بنستخدم عاده شيء اسمه الريجيد اكسترنال ديستراكشن، نعمل ديستراكشن للماكسيلا وبنطولها. الحلو فيها انه ممكن نحصل مسافات اكبر، يعني مور ادفانس مثل الماكسيلا بوني اند سكيليتال اند سوفت تيشو. يعني احنا لما نقدم السكيليتال بون برضه السوفت تيشو بتقدم معها. هاي كيسز استخدمها على الريد، هي كليفت لب اند بلت بيشنت، لاحظين ديفيشنت ماكسيلا مشت على ريد، وهاي بروفايلها نشوف قديش كمية التحسن اللي صارت بالبروفايل. هاي مريض ثاني برضه deficient maxilla due to scar by the cleft lip and palate surgery، مشى على ريد، ملاحظين الريزلتس بعد تحسن بسكيليتال اند سوفت تيشو. المني سكروز كمان ريحتنا بكلاس 3 تريتمنت، ممكن نستخدمها للاكسبانشن والديستلايزيشن. كنا بنعرف انه الرابد ماكسيلر اكسباندر او الهايركس نحن بناخذ الفورس بيكون موجه هذا الاسنان، فعاده المنطقه هاي البون المنطقه هاي والبريدنت اللي قامت شوي بتتاثر، بصير فيها شوي ريسيشن، الفورس بيكون شوي عالي بصراحه بالهايركس. هلا وجدوا انه اذا حطينا فور مني سكروز بالبلد عملنا الاكسبانشن فيهم زي ما احنا ملاحظين بالصوره، ممكن نستفيد من نحصل اكسبانشن اكثر ولعمر اكبر. الرابد ماكسيلر اكسباندر ممكن يفيدنا لحد عمر 10 سنين 15 سنه، بس احنا بنسميها الماربي او ميني سكرو اسيستد رابد بلاتال اكسباندر، بنحط 4 ميني سكروز والفورس بتكون دايركتد دغري للبلت، ما في فورس موجهه للاسنان. حسناتها احنا ممكن نحصل اكسبانشن اكثر ولعمر اكبر شوي صغيره، مع المحافظه على الاسنان والبريدنتال ليجمنت المحيطه فيها. ممكن نستخدم الميني سكرو بالديستلايزيشن. هاي مريضه عندي عندها كلاس 3 زي ما احنا ملاحظين، كلاس 3 فول يونت تقريبا المولر ريليشن شيب والكناين، خلعنا لها الويزدمز، ركبنا سيلف ليجيتنج براكت، حطينا ميني سكرو بين اللور 5 و 6، بنعمل قاعدين ديستلايزيشن لللور جو. النوع الأخير هو سيلف ليجيتنج براكت، كلنا سمعنا عنه أو تقويم ديمون أو في شركات كثير. حسناته إنه مور هايجينيك مور كومفورتبل فاستر ريزلتس وليس فيزبل. ليش فاستر ريزلتس؟ لأنه عادة الفريكشن فيه كثير أقل، نسميه إحنا ذاتي الإغلاق. التراديشنال براكت الإلاستيك عادة بتعيق الحركة شوي صغير، الفريكشن بيكون فيه أعلى. بالسيلف ليجيتنج براكت الحب البريكس نفسه او البريس نفسه احنا بنسكر على الواير، فالفريكشن الحركه كثير اسهل نتيجه لانه الفريكشن كثير اقل. هلا هذا الشيء بيساعدنا بايش؟ ممكن نعمل كيف مبدا السيست، احنا السيست ممكن يحركني التيث، فيري لايت فورس ممكن يحرك الروتس احنا مع البون. يعني اذا احنا مشينا المريض على كلاس 3 الاستيك هون حطينا شيء اسمه بالبريسكريبشن بوزيتيف تورك، يعني احنا اللور روس ممكن ندخلهم بالعظم وبيساعدنا انه نعالج كلاس 3
حتى بغير شوي من البروفايل. مع انه الاستاذ بتحكي ما في فرق بين الترديشنال براكت والسيلف لاجيتنج براكت، بس عندي كذا كيس حليتهم بسيلف لاجيتنج براكت والنتائج بصراحه يمكن وفرت سيرجريز على المرضى، طبعا بالاستعانه بالميني سكروز. في عندنا بلال كلاس 3 انكريز باللور فيشل هايت انتيرير اوبن بايت حوالي 5 ملم، ركبنا له سيلف لاجيتنج براكتس مع ميني سكروز، عملنا بوستيرير امباكشن للاسنان انتروجن ل posterior teeth، برضو class 3 elastic بالanterior. بعدين استخدمنا elastic من ال lower teeth للميني سكروز. المريض تحت العلاج بس هي class 1 incisor positive over jet و positive over bite. مريضة ثانية عندنا class 3 مع open bite، ركبنا لها braces مع ميني سكروز، منا انتروجين بالبوستيريور سيجمنت. She is now the class 1 incisor positive over jet positive over bite. عندنا المريض هذا راح يفحص طيران وما قبلوه كلية عسكرية، class 3 و open bite حوالي 5 to 6 مليمتر، خلعنا له الوزدمس، ركبنا له ميني سكروز وسيلف لاجيتنج براكت وعلى إلاستيك، حصلنا كلاس 1 انسايزر بوزيتيف اوفر جيت وبوزيتيف اوفر بايت، تحت العلاج يمكن ضايل بالمراحل النهائية. لاحظين التغيير اللي صاير على البروفايل بدون سيرجري. آخر كيس مريضة عندها كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب، لاحظين الكومبنسيشن اللي صاير، عندها مانديبولر عندها فيشل اسيمتري، المانديبل شفت حوالي 3 to 4 ملم تو ذا ليفت، بروفايلها كلاس 3، لاحظين الكومبنسيشن صاير بالاسنان ريتروكلانيشن هيهم، لاحظين الروتس مبينين تقريبا من الجنجيفا، مشيناها على سيلف لاجيتنج براكت وديفرنشال الاستيك. شي از ناو كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب، كلاس 1 مولر ريليشن شيب، positive over jet and positive over bite, midline coincident. ملاحظين التغيير اللي على البروفايل، كان الشفت حوالي 3 ل 4 ملم تقريبا اختفى بدون سيرجري. هاي الزيرو meridian line، البوغونيون soft tissue بوغونيون كانت anterior هي class 3، بعد التريتمنت صارت تقريبا على الزيرو meridian line. Conclusion: Class 3 treatment still remain the bane of all orthodontists. في صعوبة بعلاجته. Gray area in treatment timing still persists. Early detection of Class 3 malocclusion is beneficial. يعني التدخل على عمر سريع كثير مهم. ودائما في هناك أشياء جديدة بالعلم بتساعدنا بالعلاج Class 3. وشكرا لكم. أي سؤال إحنا جاهزين. يعني الله يعطيك العافية دكتور محمد، حضور ما شاء الله كبير جدا من الزملاء والزميلات الأعزاء، جهود مميزة حقيقة في عرض الحالات. يعني أنا عم بشوف الفينشينج تبع الحالات ما شاء الله إشي مفخرة، الله يعطيك العافية بصراحة. الله يعافيك دكتور، كاملة ووافرة بالمعلومات، يعني ما شاء الله يعني شاملة عن الكلاس 3 تماما. يعني والزملاء عم بيشاركونا بالأسئلة، والله في مجموعة أسئلة كثير كبيرة. السؤال الأول، في اللينجوال تيبينج أوف لور إنسايزر في معالجة الكلاس 3، هل ممكن أن نستغني عنه أو عن أي طريقة من المعالجة الطرق الأربعة اللي ذكرتها في الكلاس 3؟ هلا إحنا بالجروث موديفيكيشن بنحاول نغير بالبون بالسكيليتال، فبتكون الفورس شوي عالية، فإحنا اعتمادنا اكثر شيء احنا بنغير بالسكيليتال جروث. يعني انا ما بدي شيء دنتال افكت، اذا مشينا على المريض هاي فورس بنحصل سكيليتال افكت لفتره قصيره من الوقت، بنحكي عن 12 ساعه، بس اذا حطينا لو فورس لمده طويله بنحصل مور دنتال افكت. عشان هيك احنا ضروري نستخدم الفورس المناسبه لاي طريقه بالعلاج. هلا اللينجوال تيبنج احنا في ليميت معين، اللور انسايزر عاده بيكونوا 90 ل 92 مع المانديبلر مع المانديبل. احنا اي تغيير فيهم مش لازم نرجع على
اكثر من 80 او 82، فاحنا بلس ماينس 10 ديجريز بنلعب فيهم بس مش اكثر، عشان الاستابيليتي ومشاكل ثانيه بالريلابس يعني. اوكي طيب، في سؤال من دكتور علي الشبلي بيحكي I want to ask about difference in prevalence of class 3 in different studies show in the beginning of the lecture. تمام. هلا احنا باي مال اكلوجن او اي نسبه بناخذها بالمال اكلوجن، في فرق بين ناخذ احنا لي بيبل، احنا ننزل على الشارع ونفحص كل المرضى، او نستنى المرضى اللي يجونا على العياده. مثال مثلا احنا نسبه الامباكتد كناين كلنا بنعرف 2 ل 3% مثلا، بينما نسبتهم اللي بيجونا على العياده لانه المريض جاي يطلب التقويم بيوصلوا حوالي 12%، من 10 ل 12%. فانت حسب السامبل من وين اخذتها، بتوقع هي النسبه بالاردن صح ل من 10 ل 13%. بصراحه في مناطق كثير فيها كلاس 3 بالاردن، مش زي ما هي النسبه المعروفه انه 3 ل 5%. نلاقي بالعيادات كثير بيجينا مرضى كلاس 3، وفي مناطق معينه بالاردن بيكون النسبه اعلى شوي فيها من غيرها. حلو. في ايضا من الزميل عماد، دكتور عماد شوباش بيحكي at what age we can do surgery for children for class 3. احنا بنعتمد على اشياء كثير. للعمر احنا للفيميلز ممكن السيرجري تبلش على 17 سنه، نتاكد انه الجروث اذا بنحكي العمر كرقم يعني، والميلز لعمر 18 ممكن نبلش بعد العمر هذا. طبعا هاي في اشياء ثانيه بنستدل عليها، حكينا احنا بناخذ السي في ام، كثير مهم انه نتاكد انه الجروث تاع المريض تقريبا وقف، انه ما في عنده لسه جروث، عشان اذا بنعمل السيرجري ما يصير في عندنا ريلابس بعد السيرجري. يعني تخيل احنا نعمل للمريض سيرجري و نرجع له الماندبل ولسه في عنده جروث، احنا قاعدين عند الطبيعي يعني، زي اكيد راح يصير في ريلابس. فعاده احنا لعمر 17 ممكن الفيميل تبلش زي الامبلانت يعني، والميل لعمر 18. بعرفش اذا جوابي واضح. هلا في حالات اكسبشن ممكن نعمل ايرلي سيرجري، لها شروط معينه، ممكن نعمل على اعمار اقل شوي، لها شروط معينه يعني. طيب في مداخلة برضو من الدكتور رائد البطة بشكرك، بقول thank you for your excellent presentation and very well finished cases, very proud of you. بضل معلمنا يعني، هاي تعليمه والله الدكتور رائد، الفضل والشكر دائما بصراحة. في سؤال من الدكتورة ديما اللافي، if the patient with increased LFH and has an open bite with the class 3 skeletal and dental relationship, when we decide that it is a surgical case. هلا حكينا احنا الاي ام بي لها دخل، الويتس اناليسيس لها دخل، اللور فيشل هايت شيء كثير مهم. عاده كل ما صار انكريز باللور فيشل هايت بروح المريض نحو السيرجري. فالاي ام بي والويتس اناليسيس وفي اشياء ثانيه زي الجونن انجل والستادل انجل، كل ما كانوا انكريزد ممكن احنا تروح المريض للسيرجري اكثر. طبعا بالاضافه للكومبنسيشن بيصير بالاسنان، احنا اللور انسايزر حكينا عاده الريتروكلاين باللور. هلا اذا صاير كومبنسيشن لحد 80 ديجري عاده المريض راح يروح للسيرجري. فاي تغيير بهذول يعني ما في رقم معين، حكينا بالكونكلوجن هي ستيل جري اريا، يعني ما في رقم معين احنا بنحكي انه هذا سيرجري ولا مش سيرجري. في عوامل كثيرة، الويتس اناليسيز لها اذا كانت اكثر من ماينس 5، الهولد اواي انجل كمان مهمه بالسيرجري، الزيرو ميريديان لاين، فاكثر من عامل ممكن يحدد لنا. هلا اللور فيشل هايت كل ما كان انكريز احنا بنرجح كفه انه المريض راح يروح لاورثوبيديك سيرجري. طيب في برضه زميلتنا الدكتوره ديما حسين، وات از برسكربشن اوف ذا سيلف لايتنج براكت، بتحكي عن التور. تمام. انا بصراحه بختار للكلاس 3 لانه يعني اللور بيكون ريتروكلايند. لما نمشي على كلاس 3 الاستيك احنا بنعمل موفمنت للالاستيك بتحرك الكراون، فبدي شيء انا يسحب الروتس طبعا اللور لجوا البون، فبروح على بوزيتيف تورك، هاي تورك او سوبر تورك اللي عشان الروتس يتبع الكراون. بالابر العكس بنختار لو تورك او ستاندر، فانا الابر بيكون بروك لايند عشان الروتس يتحركوا ليبيالي، بنختار ستاندر او لو تورك. عرفت اذا جوابي واضح؟ طيب برضه في سؤال من الزميل بيحكي، ممكن المريض اللي بيقدر يعض ايدج تو ايدج يكون ترو كلاس 3؟
ممكن بمرحلة من المراحل يكون ترو كلاس 3، إذا كمل النمو عنده ممكن يصير ترو مور كلاس 3، يعني ممكن مرحلة مؤقتة الـ edge to edge. هلا نادرا ما يجينا المريض edge to edge، المريض صعب العض عليه edge to edge، فعادة بيعمل displacement anterior displacement. الأسهل له المريض صعب إنه يرجع الماندبل، فالأسهل عليه دائما إنه يقدم الماندبل. فنادرا ما يجينا مريض edge to edge، عادة الأسهل عليه دائما يعمل advanced للماندبل. طيب في ايضا سؤال، ما شاء الله مجموعه الاسئله كثير كبير بس بحاول اختصر لها. لا جاهزين، لا ما في مشكله. في من الزميل الدكتور اكرم بيحكي how can I avoid root prominence when I treat class 2 in anterior area. اذا ظلينا ضمن الليميتس السيفالومتريك نورمال فاليوز، ظلينا ضمن المعقول او ضمن الطبيعي، مثلا الابر حكينا 109 ما نعمل مور بروكلاينيشن لاكثر من 119 او 120، اللور ما نرجع اكثر من 80 ديجري. برضو احنا ممكن نتحكم بالتورك، حكينا التورك هو انه احنا قديش ندخل الروتس البون ليبيالي او لينجوال، فهي بتعتمد على البريسكريبشن اللي بختاره سواء سيلف لاجيتنج او اذر بريسكريبشن. اوكي طيب، هل في سؤال، هل نقدر نعالج الكلاس 3 بليفورت 1 استيوتيمي بدلا من باي ماكس اورثوجنتيك؟ حسب الحالة احنا، بس احنا هاي الجراح بيعتمد فيها، بس احنا اللي فورت 1 عادة اذا قدمنا الماكزيلا اكثر من 6 7 ملم بصير في ريلابس عالي، فاحنا مثلا اذا المريض بعد الديكومبنسيشن بدنا نحركه 10 ملم فممكن نقسمهم على زي الكيس اللي فرجيناها على باي ماكس مش سنجل جو عشان الاستابيليتي، مش بس انه مش بطوله، مرات الموضوع انه انا بس اشتغل على سنجل جو، بنفكر بالاستابيليتي والريلابس بعد العلاج. والله انا شايف يا دكتور محمد بعد محاضرتك ما فيش حدا من الجراحين راح يشتغل لا سنجل جو ولا باي ماكس. ما شاء الله عليك. لا ما شاء الله. الله يعطيك العافيه، ما لنا غنى عنك والله. شكرا عن جد دكتور محمد مهدات، اخصائي تقويم الاسنان في الخدمات الطبيه الملكيه، على المحاضره الجدا رائعه.